تؤدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك، حيث امتلأت باحاته بالمصلين من مختلف الأعمار. على التكبيرات العيد في ساحات المسجد الأقصى المبارك إذانا بحلول عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين، إذ أدى ما يقارب 90,000 فلسطينيا صلاة العيد صباح اليوم في أجواء من الفرحة والتفاؤل. كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير، شعبنا في الضفة، شعبنا في غزة، كل عام هم بخير، كل الأمة الإسلامية، وإن شاء الله ينعاد علينا والأقصى إن شاء الله محرر. بدون المسجد الأقصى بنحسش إنه عيد، حتى بنت وهي نازلة معي بتقول لي يابا مش حاسة إنه في عيد، قلت لها يابا لما بتوصل الأقصى إن شاء الله بتشوف العيد. إحنا جايين عشان نصلي العيد ونفرح وناخذ هدايا. كثير أجواء حلوة، جمعتنا والناس طبعاً بنحييها، والعيد والفرحة أكيد مع الصغار والاحتفالات، كثير الأشياء كثير كثير بننبسط فيه. طبعاً بحكي لكل الناس كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد علينا بيوم من البركات. ورغم قيود الاحتلال وتضييقاته إلا أن أعداداً كبيرة من المصلين توافدت إلى المسجد الأقصى المبارك، فالمقدسيون يدركون أن شد الرحال للحرم القدسي الشريف والرباط في باحاته واجب ديني ووطني. بكفي ذل وبكفي مهانة، يعني عنا برا مسكرين كل الطرق يعني عشان نوصل للمسجد الأقصى، فيعني لو كان عندنا اليهود كان فتحوا لهم المواقف، فتحوا لهم وسهلوا لهم الأمور، أما عشان المسلمين جايين ضيقوا عليهم وسكروا عليهم عشان ما يوصلوا للمسجد الأقصى. نؤدي هذه الشعائر حتى ننقل الرسالة لكل من يفهمها أن هذا الأقصى، أن هذا المسجد هو مسجد إسلامي عربي تبقى هويته محتفظة في قلوب المسلمين. من مدينة القدس المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.